في رحاب آية ذكر الحكيم نتفيأ بظل آية منها، قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، آية من سورة آل عمران. نحن اليوم في يوم الفرقان، في اليوم الذي التقى فيه الجمعان، في اليوم الفصل الذي فصل به بين الحق والباطل، في يوم أعز الله تعالى فيه نبيه وأصحابه وأذل الشرك وأهله ومن تبعه، في يوم غزوة بدر، في 17 من رمضان، قبل أكثر من 1400 سنة، أكرم الله تعالى المسلمين بقيادة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنصر وفتح وتوفيق وإعزاز مبين. ذاك يوم غزوة بدر الذي كان يوافق يوم الجمعة 17 من رمضان للسنة 2 للهجرة، تلك الغزوة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، والتي أنزل الله تعالى بشأنها آية من آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وسورة كاملة تبين مقاصدها والحكم منها وبعض ما جرى فيها، ألا وهي سورة الأنفال. سورة الأنفال تذكر لنا ما جرى في غزوة بدر، فقرأوها اليوم تبركا بهذه الغزوة المباركة ورغبة إلى الله أن يعزنا كما أعز نبيه وأصحابه. نحن نعيش ذلا ما بعده ذل في كل مناحي الحياة وأخص المسلمين. يا للأسف، الله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكننا للأسف تخلينا عن ديننا في أكثرنا، فلذلك نقصت هذه العزة منا وأبدلنا بها ذلا إلا أن يعود لنا تمسكنا بديننا. هذه الغزوة المباركة يا أيها الأحبة كلها عبر، كلها حكم، كلها قصص نافعة، كلها فوائد. لو أحببت أن أسرد ما فيها لبقيت 5 أو 6 أيام أو أكثر، وليس بعشر دقائق كما في كلمة التراويح، وإنما بما يقرب من ساعة على أسبوع كامل. هذه غزوة بدر، ولكن اليوم سأنظر إلى نتف يسيرة ومقاصد جليلة في بعض أجزاء غزوة بدر. كما قلت، فلنرجع إلى البيت ولنطلب من أهلينا أن يقرأوا أمامنا سورة الأنفال ونقرأها معهم. والأنفال أولا من باب الفائدة هي الغنائم التي يغنمها المسلمون، أول ما جرى أو آخر ما جرى، لكنه أول سورة الأنفال. لما اختلف المسلمون كيف يقسمون الغنائم نزلت الآية: يسألونك عن الأنفال الغنائم، نعم يريدون الأخذ منها، قل الأنفال لله والرسول وأنتم لا شيء لكم، أنتم لما تقاتلون للأنفال اخرجوا خارجا ليس لكم شيء، للغنائم ليس لكم حظ من الغنائم، أنتم تقاتلون لإعلاء كلمة الله، فمن قاتل لغير إعلاء كلمة الله فليس بشهيد وليس له شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله. ثم جاءت الآيات بعد 3 صفحات: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: أيهما نأخذ؟ تلك الآية أدبت المسلمين. غنمتم من شيء فأن لله، أو يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قالوا سمعنا وأطعنا، لا شيء لنا، نحن خرجنا لله، تابوا إلى الله، خذوا حصتكم، أنتم لا تقاتلون للمال. هذا أول درس نعلمه يا أيها الأحبة من هذه الغزوة. كل إنسان له مطمع دنيوي من شيء ديني ومقصده الأصيل هو المطمع الدنيوي،
فلا شيء له في الدنيا ولا في الآخرة، فليخرج خارجا ليس له شيء، فليبقى خارج الرحمة التي تنزل على من يفرغ نفسه لله تعالى ولا يطمع بمتاع الدنيا. كما قلت القصة مملوءة فوائد، ولكني سأجتزئ اجتزاء. لما وقف الصحابة أمام عدوهم واصطفوا، أمرهم رسول الله أن ينتظموا صفوفا كصفوف الصلاة. فلما انتظموا إذا برجل من الصحابة خارج الصف، قد تقدم قليلا عن الصف، وكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجون، أي غصن شجرة أخذه كالعصا الصغيرة، فطعن هذا الرجل هذا الصحابي في طرف بطنه وقال استوي يا ذكروني بسواد، سواد رضي الله عن سواد، سواد بن غزية رضي الله عنه، استوي يا سواد، فقال قد أوجعتني يا نبي الله، وإن الله بعثك بالحق. فهم رسول الله مراده فكشف عن بطنه الشريف وناوله العرجون وقال اقتص يا سواد، آلمته خذ حقك مني. فقال يا نبي الله طعنتني وأنا لا ألبس وأنت تلبس شيئا على بطنك. فكشف رسول الله عن ثوبه وقال استقد خذ القوت وهو حقك يعني. فلما كشف رسول الله عن بطنه أكب سواد رضي الله عنه يقبل البطن الشريف. فقال ما تصنع؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير. هذه الحادثة فيها عبرة، فيها عظة، فيها ترقيق قلب، لكن فيها قبل كل ذلك إذا لم تقم العدالة في الدنيا فلا نصر ولا فتح ولا توفيق. إذا لم تعدل بين زوجك وبين أولادك وبين أقاربك وبين عمالك وبين من حولك، إذا لم يقم العدل في الأرض فلا نصر ولا خير ولا فتح ولا توفيق. لا ترتجي خيرا وأنت تظلم أولادك فتفرق الكبير عن الصغير والذي يبرك عن الذي لا يبرك وكذا وكذا. لا ينتظر فلان والذي يعطي من عماله أكثر بكثير ويظلم عاملا لأنه لا يحبه، لا يتجي توفيقا. ما دام العدل لم يقم ليس هناك خير. الحرب حاضرة والأمر جد، ورغم ذلك قال خذ حقك، خذ حقك العدل. الدرس الثاني، لما وصلوا إلى أرض بدر نزلوا في مكان، فقام رجل من الصحابة وقال يا نبي الله هذا المنزل هذا المكان يعني الذي نزلناه هو الرأي والحرب والمشورة والكيد أم أنزلكه الله تعالى؟ أمرك الله أن تنزل هنا أم هو اجتهاد وبحث عن الأصلح لنا؟ قال بل الرأي والحرب والكيد والمشورة. قال فإن هذا ليس بمنزل، فقم منه يا رسول الله حتى نأتي أدنى ماء من العدو ثم نغور ما عداه فنشرب ولا يشربون. فقال لقد أشرت بالرأي فقوموا. فقاموا فاستمعوا لهذه المشورة. من صحابي وهذه القصة؟ بارك الله فيك، الحباب بن المنذر الخبير العسكري الأنصاري، الحباب بن المنذر رضي الله عنه. إذا لم تكن مشورة في دنيا المسلمين فلا خير ولا توفيق ولا فتح ولا نصر. أنا أركز على نقط قل من ينبه لها. العدل، المشورة، إذا لم تشاور أهلك وأصحابك وجيرانك وأهل العلم كذلك لا توفق. إذا اعتد كل ذي رأي برأيه، أنا أفقه من كل الناس، أنا بفهم أدكلها الخلق، أنا عقلي بوزن بلد، هذه الكلمات النتنة الخبيثة النجسة لا تقولها أنت مسلم أنت مؤمن.
أنا لو كنت أعقل الناس حقا لشاورت الناس، كيف بسيد خلق الله وهو يشاور الناس؟ هو أعقل مني ومنك ومن باقي الناس، وشاور الصحابة وأشار عليه الحباب، ولم يكن ذاك الرجل المشهور جدا، فاستمع لمشورته وأخذ بها. أشار عليك طفل بشيء، أفكر إن كان حقا جزيت خيرا يا ولدي. هذا في كل مكان ينبغي أن يكون منتشرا، الأخذ بالمشورة. القضية الثالثة الأسرى. لما وقع الأسرى بين يدي المسلمين وهم أعداء المسلمين 15 سنة، 13 سنة قبل الهجرة وسنتين لغزوة بدر، 15 سنة، 15 سنة أعداء المسلمين يقتلون ويؤذون ويعتدون ويأخذون الأموال ولم يقصروا في شر، ماذا أمروا؟ قال لهم رسول الله: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أحدهم يأكل الشعير، يأكل التمر ويطعمهم الشعير والبر. قال إيه، التمر أغلى بكثير في عصرهم، أما في عصرهم التمر كثير، هم أرض المدينة، أما القمح والشعير فقليل. فكان يخبز له الخبز لأسيره الكافر المشرك ويطعمه من الطعام الطيب ويأكل أقل منه، تنفيذا لأمر رسول الله: استوصوا بالأسرى خيرا. إذا لم يكن تعامل حسن مع المسلمين ومع غير المسلمين كذلك لا نرتجي خيرا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تلك الرحمة التي وضعت في نفس رسول الله ونفوس أصحابه كانت سببا من أسباب النصر والتوفيق والفتح والهداية والإعزاز. فإذا أردنا هذا فلنكن على ذكر وبينة من ذاك، أن نكون متراحمين فيما بيننا ونبين لغيرنا وإن كان عدونا حقائق هذا الدين لعله يقترب منه. هذه 3 دروس والقصة فيها أكثر من 100 درس، ولكن إن انتفعنا رفعنا. اللهم أعزنا كما أعززت أهل بدر ونبيك المصطفى. اللهم صل